احسن بديل ان شاء الله، وحنا يمتقنين منه التالود انت اللي تجارب وتجارب الناس راه كنا معاهم وكانت عندنا اغلبيه حكوميه، ولكن للاسف كان بنت ديما مهمشه وتهميش اللي هو ممنهج للاسف. التجمع الوطني للاحرار متبعين الجماعات اللي كيشرفوا عليهم الحمد لله، رغم انهم في هذه الولايه عندهم ما غاديش نقول اقليه ولكن عندهم مشاركه اللي هي جد متوسطه في الحكومه، ولكن متبعين المشاريع اللي تنجزت في الجماعات اللي كيسيروها واللي بدا لقات الحق ديالها. اذا نوبت تارودانت هذه، اذا تارودانت راه كتستاهل احسن. كاينين المدن انا ما غاديش نقللهم من القيمه حتى ديال حتى شي مدينه مغربيه، ولكن كاينين المدن اللي سابقينهم حنا لا تاريخيا ولا تراثيا بزاف ديال الميادين، ولكن للاسف تارودانت ديما كتهمش ما شاء الله. وحنا على يقين بان في العهد ديال هاد الناس هادي ديال التجمع الوطني للاحرار غادي تارودانت يرجع لها حقها ويكون وافي ان شاء الله. وهذا وعد، يلا ان شاء الله يا سبتمبر غادي تكون هذا وعد كنقطعوه. واش تقصد؟ لان اذا ما مارستيش السياسه هي غتمارس عليك ان شاء الله. وهذا واجب بالنسبه لكل المواطنين المغاربه، اذا بقيتي غير جالس تتفرج والا غادي يجي شي واحد اللي غادي يدبر الامور ديال المدينه ديالك بطريقه اللي هو دارها غتكون طريقه عشوائيه. المغاربين ان شاء الله من حمامه ندافعوا عليها ونرفعوا عليها اللي كتهم كل مواطن مغربي باش يعيش مره اخرى واحد يعيش وطني. عندكم واجب وطني عندنا حتى حنا الكل كيف ما قلت الاخوان القبائله انت لا ما ساهمتيش وبقيتي غير كتفرج السياسه غادي تمارس عليك. تعاون الا ما تعاوننا كاملين ما غاديش الصوت ديالكم مهم ضروري مهم باذن الله الله يعاونكم الله يعاونكم الشهر الجاي ان شاء الله غادي تصوتوا على الحمامه. عرفتي علاش؟ لان هو الحزب اللي اليوم كيدير واحد الوعود كيقترح عليكم وعود مشاريع ولكن عاد في بها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هما هنايا كتعرفوهم اخوات ربما راه كتعرفوا المسار ديالي هنايا في هذا البلد استاذه تحتنا هذه السنه هذه في هذه الولايه بهذ الناس هذو بقناعه كبيره واخيره. من بعد ما طلعنا على التطور اللي وقع في واحد العدد ديال المدن اللي سيرهم التجمع الوطني للاحرار في المغرب رغم الاقليه ديالو في الحكومه. هاد الناس هادو جماعات اللي كيسيروهم ما عمرهم تقدروا عليهم، وراه كنشوفو مدن اللي هما اقل منا تاريخا وتراثا واستفدوا وطوروا اكثر من مدينه تاريخيه. اذا هاد الولايه ان شاء الله حنايا كنتعهدوا بانها جابدوا على مدينه تاريخيه باش نردوها للمسار ديال المدن هي مدينتنا كتستحق، ياك كتستحق، هي بحاجة اللي تارودانت راه داخلة في مشروع كبير ديال التجمع الوطني في الأحرار، هي مصنفة من المدن اللي كتحتاج لواحد الدعم اللي ما يمكن يجيبوا لها إلا فعلا التجمع الوطني. أنا كنتمناو أنكم نهار 8 الأصوات ديالكم يكونوا سبتمبر 8 سبتمبر أن الأصوات ديالكم تكون لفائدة الله يجازيكم بخير. شوف انا سيد بالحق
تعاونوا معنا كانسمعوا الهضره على التغيير ديما التغيير كله ولكن رغم ذلك استطاعوا يطوروا المدن اللي كيسيروها والجماعات اللي كيدبروا بهذاك الكم الاقليم ديال الوزراء هاد الناس جميع الولايات السابقه ولو حتى بالنسبه تاع 20% هذه بدون مبالغه هاد الناس ملي كيحطوا برنامج تيحطوا برنامج قابل للتنفيذ 100% اما على المدى القريب ولا المتوسط ما كنعطيو شي حاجه اللي كنقولوا راه دابا 20 عام ولا دابا حنا كنهضروا على ما يمكن تحققه خلال الولايه الاولى ان شاء الله ان شاء الله انا راه ما بغينا حنا لا اسمح لي انتم مامنين بها واحد الاخلاقيات صح وكتحسوا بان ترنات محبوره وكتحسوا بان اللي جا كيضحك على الناس ديال ترنات يعني كيجي بدون برنامج بالنسبة لحزب التجمع الوطني الأحرار عنده برنامج جاهز تارودانت مصنفة في الدرجة 34 من بين المدن اللي غادي تخد بعين الاعتبار وتخدم على جميع المستويات دابا اللي مطلوب هو انكم تقولوا كنتكم نهارتي 100 سبتمبر فقط لا ان شاء الله راه حنا راه ما بغينا حتى حنا الشفوي شو راه بغينا شوف هذا حزب شوف هذا كاين تيقول لك دابا تيضربوا لك 5 سنين اسمح لي تيضربوا لك 5 سنين وتيبكوا لك تيقول لك حنا راه ما عندنا ما عندنا العشره السحريه حنا ديك العشره السحريه اللي بغينا انا لا تسنوني انا ثاني ترى حنا حنا ديما تنتسناو ديك 5 سنين ما عندي ما نتسناك عرفتي انا واحد دير لكم ما بعد دير لكم ما بعد شوف حاجه تجمع شوف حزب الحمامة اللي غتصوتوا عليها ان شاء الله نهار هو حزب عنده رجال ونساء اللي بينوا المستوى ديالهم ديال النضج وامنوا بالمسؤوليه اللي عندهم ونجحوا فيها منهم السي عزيزه خنوش منهم السي مريح فيت العالمي منهم الاستاذه ناتيه امينه بالخضره الى غير ذلك كاع الوزراء اللي تحملوا حقائب كلهم نجحوا في المسؤوليه اللي تعملت على عاتقهم وحاليا بغينا نزيدوا الى الامام بواحد السرعه اكثر وشفتوا منذ اعتلاء السي عزيزه خنوش ان شاء الله منين خدا السي عزيزه خنوش الرئاسه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار شفتوا الوتيره كيفاش كان غادي واحد الديناميه جديده واحد السرعه فائقه طريقه ماراثونيه ومازال ما ساليناش وبغينا حنا الناس اللي بحالكم انتم الشباب يتقوا في العمل اللي قام به السي عزيزه خنوش معيه كل المناضلين هما حداكم هنايا في جوج المناطق ديال المملكه المغربيه باش انهم يمشيو نهار 8 سبتمبر ويصوتوا على الحزب اللي كيامنوا بالمشروع اللي حطوه باش زعما يكون على ارض الواقع يتحقق اذا الا الشباب اللي بحالكم غادي يقول لك لا حنا ما مامنينش ما غينفروا يفروا من السياسه غتمارس عليهم السياسه بالطريقه اللي ما عندهمش المستوى الكافي باش تبقى دائما ترودان مستوى دون الشباب راه هبط بزاف هذا الشيء ديال السياسه دابا ما بقاش الثقه فهمتي كل 5 سنين تنسمعوا الشفا وكل 5 سنين ما بقاش بنادم ديك الثقه اللي بغى يديرها في واحد الانسان ما بقاش دروك حنا جاونا غير البارح جاونا الاشتراكين جاونا شحال فهمتي شحال من الحزب فهمتي تيعطيك الورقه وحشمان هاتك الوقت ولك بحال مخلوق باش داكا مازال نتوما القريبان ثقه كامله نتوما مازال شفتي خرى تيعطيك بحال هكا الوقت سمعت المشروع تاع 100 يوميه راه سمعت هذا عمل اللي خدموا عليه منذ بداية الولاية اللي غادي تنضحى الكتاب ماشي نضمن البعض يعني هاد الناس من 2015 هما خدامين المشكل ديال مئات من الجنة ومئات من المدن باش تجد حلول يعني نجمعوا راه ما خديناش مكتب ديال الدراسات قلنا ليه درنا واحد التصور جبناه من برا وقلنا ليه شفنا التصور ديال المشاكل اللي كتخبط فيها الساكنه المغربيه بالعكس حنا مشينا للميدان وشاركناهم وشاركونا مشروع المشروع اللي تنصر عليه فيه اخذ بعين الاعتبار عامل ديال الصحه ديال التشغيل ديال التعليم ديال الحمايه الى غير ذلك هذوك كلهم مشاريع خديناهم بعين الاعتبار ماشي حنا سلطناهم عليهم بالعكس داكشي جا من القاعده بالتالي ما يمكنش اليوم غدا وبعد غدا يقول شي واحد خديتو دوك الاراء وخدمتو فيهم بحكم ابدا دونك الراي ديالكم دائما مهم هذا علم تتعني دابا السكينه ديال الا فرصك لا متوكل دروك السيره غني على التعريف راه ولد بلاد وعارف اش كاين دروك علم دابا كلشي قال لك بيدو على كاجير حنا دروك انا تصوري كلشي بيدو واش داو بعد تصوره من الفجر من الفجر خصك تعمر السطوله وتعمر الا مشات لقيطات ديال الفجر
الا مشات لوقيطات ديال الفضل راه خضرك الناس وبقيت تشوف الماء خصك تمشي ثاني دير الساكيه شوف بحال رجعنا لهذاك الشيء العصور القديمه ديال الساكيه راه ما بقات كل هي باقيه الساكيه هذا الشيء العمر والبوان شوف غنقول لك شغنقول لك راه بزاف الله يلا بزاف وهاد بلاد الشباب ديالها الصراحه راه كلشي مش الشباب ديال تريدان كلشي هاجر كلشي الوالدين ولاتي ولدوا لمد الاخر ما بقاش يولدوا لهاد البلاد واش تي ولدوا لمد الاخر الله قالت هنايا راه مازال راه ربي اللي رزقني هنا مباراه كل ما كاين الماء راه خديت انا ست بحالي راه كبار بحالي والتجمع الوطني الاحرار هو اللي جاب لي داروا فيه الثقه يعني واحد لانديس انه كيديروا الثقه في الشباب يعني بغينا التنميه للبلاد فهمتي حنا كشباب الى 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 ما عملناش التنميه علاش اشنا راه الدور ديالنا حنا لا راه حنا اللي خاصنا نبدلو ولكن الا بقينا على لا هذا لا هذا لا هذا لا راه حنا كنعاونوا والمدينه ديما غادي تبقى ترجع للنور هذه تتوجد الدكتوره ديالها ان شاء الله الله يوفقك الله يخليك ماتيماتيك هذه راه بنت بنت راه حمزه حتى هو فين سي حمزه هو سي حمزه ان شاء الله فين حمزه ماشي حمزه اه ولدكم هذا ماشي حمزه اجي اجي وراه محار في الفيسبوك صاحبي تباعد عفاك تعقيب نزيد قضيه اخرى نزيد قضيه اخرى حنا دابا 45 دقيقه بيننا وبين السي عزيز اخنوش هو غيترشح في اكادير يعني حتى حاجه ما بعيده يا اما غادي هذه الفرصه هذه الفرصه نغتنموها او لا راه سنضيع اخر فرصه عبد الرزاق الله يعاونك ان شاء الله الله يرحم والديك